السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم اصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا، ورجعت لكم ان شاء الله في فيديو جديد يا رب يعجبكم وينول اعجابكم. وطبعا زي ما احنا عارفين، اللي اول مرة يدخل قناتي يشترك فيها ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، وتابعوني لاخر الفيديو عشان نشوف هنعمل ايه مع بعض. ومعانا ضيفة النهاردة هتعمل لنا تورتاية حلوة قوي، اختي. تعالي يلا يا اميرة وريني هنعمل ايه مع بعض. السلام عليكم. بصوا انا النهارده عامله لكم تورته الاسبونج، بجد هي روعه جدا، والكيكه بتاعتها بتبقى هشه بطريقه ان انت تعرفي تعملي فيها كل حاجه. هقول لكم دلوقتي مقاديرها وشوفوا بنفسكم. دلوقتي احنا جايبين 7 بيضات وحاطين معلقتين خل. انا بصي انا جهزتهم الاول قبل ما اعمل الفيديو، حطيت معلقتين خل ونص معلقه فانيليا سايله. بصي انا بفضل وريهم شكل الفانيليا. انا بفضل كتير جدا الفانيليا السايله دي عن الفانيليا العاديه التانية، لان بيبقى ريحتها قويه جدا وجميله قوي. بصي انا هرب البيض، بس يعني هخليه بس ايه اللي هو يعني اربه بس سايل بس شويه كده. ايوه مش هعمل فيه اي حاجه خالص. تمام. دلوقتي انا جبت الدقيق الاسبونج الجاهز خالص. انت لو عايزه تجيبي ابيض جيبي ابيض، ولو عايزه تجيبي كاكاو برضو بيبقى جميل، يعني انا بحب الكاكاو اكتر. ده شكل الدقيق الاسبونج صح كده؟ ايوه. حطيت عليه نص معلقه بس بيكنج باودر ونقلبه كويس. حطينا عليه معلقه، نص معلقه بيكنج باودر، وتقلب كويس على الدقيق الاسبونج. ده دي مخصوص للتورتات، يعني ده غير اللي بيتحط في الكيكه خالص. تمام، بيتباع عند اي محل. يعني من انتوا لو عايزين تعملوا الاسبونج ده في البيت عادي، ممكن نعمله برضو معاكم يوم تاني، نبقى نصور لكم فيديو بقى ازاي نعمله. احنا ممكن نعمله من دقيق عادي صح كده يا اميره؟ ايوه تمام، دقيق عادي خالص، وهيبقى برضو روعه وبنفس الطريقه وكده. انا جربته كذا مره عندنا وبجد تحفه جدا. دلوقتي هي ضربت البيض خالص اهو، لما بقى سايل خالص اهو، ما عملتش اي حاجه، يعني هي بس يعتبر ربت البيض بس كده. ودلوقتي بقى هنضيف عليه كمان الدي سبونج صح كده؟ ايوه تمام. وهنضربهم مع بعض ايه؟ هنضربهم في المضرب، وبعد كده هاجي لكم دلوقتي وهوريكم. وهنرجع لكم تاني شكله بقى عامل ازاي؟ اوعوا تروحوا في حته. دلوقتي بقى ايه؟ هتوريكم دلوقتي برضو تضرب البيض ازاي؟ دلوقتي انا ضربت البيض اهو، حطيت نص كوبايه ميه عادي، ميه من الكنافيه ما فيهاش اي حاجه، على البيض عشان اضربه. وضربته بتاع 5 دقايق كده عشان بس يعني افكه كده، وبعد كده هحط الدقيق، ننزل الدقيق واحده واحده بقى عشان الهواء اللي احنا دخلناه في البيض يفضل موجود. يعني دلوقتي بصوا احنا هنضربها 10 دقايق. هو ممكن في المضرب العادي 10 دقايق ربع ساعة، وممكن يعني بس انا عايزاها بس تبقى ايه شكل كده زي ما انا ضربتها قدامكم كده. هي ما ينفعش تضرب في الخلاط ولا اي حاجة، هو يا مضرب يا عجان، لو عندكم عجان او عندكم مضرب تمام. تمام، بصوا القوام انا هخلصها لكم للاخر وبعد كده هوريكم القوام بتاعها. دلوقتي بصوا احنا خلصنا خالص اهو، بصوا السمك بتاعه. دلوقتي بص انا خلصتها وطفيتها اهو، بص السمك بتاعه جميل جدا، يعني انا هو ده الكثافه اللي انا عايزاها، هي كده الكيكه تمام تحفه. دلوقتي انا اصلا عايزه اقول لكم ان انا قبل ما اعمل اي حاجه كنت مولعه الفرن، فهو دلوقتي الفرن على النار والصينيه دلوقتي معانا. انا حطيت فيها بس نقطه زيت كده علشان بس ما تتحرقش، ودلوقتي هحط عليها ورق زبده. بسم الله. بصوا دلوقتي احنا خلاص كده حطينا ورق الزبده. بصوا انا حطيت دلوقتي حطينا ورق الزبده، حطيتها تحت، بس طبعا ايه انا حطيت تحتها زيت وبعد كده حطيت ورق الزبده. ودلوقتي هحط لكم الكيكه. خلاص هي الكيكه خلصت اصلا الحمد لله ما شاء الله، هي عليها الله اكبر، يعني جميله جدا. وافتح دلوقتي بصوا هننزل بالكيكه اهو، اهي بس شايفين القوام بجد روعه. يعني انا عايزه اقول لكم ان انا جربتها اكتر من كذا مره يعني، وتحفه جدا، وكل مره بتطلع هشه بطريقه رهيبه يعني. وشوفوها معايا دلوقتي، بصوا
بصوا هو ده الصينيه كبيره شويه، بس على حسب اللي انت عايزه حجم الكيكه بتاعتك قد ايه. انت ممكن تصغري الصينيه، ممكن تكبريها براحتك خالص يعني. هو المهم هي المقادير، نفس المقادير الكمية تكون مظبوطة والمقادير وكل حاجة، بس يعني. ممكن مثلا لو عايزة صينية أصغر مثلا تخليها نص بس ممكن المقادير. توصلي لصينية مقاس 22 بنفس المقادير مش نصها. هي بجد هتبقى تحفة إن شاء الله بإذن الله. هي بس هدخلها الفرن كل كده خلاص. الحكاية هي كده كده بتهشها، بس كل الحكاية انها بتطولها شوية يعني، بتبقى مثلا طويلة بدل يعني. انت اصلا ممكن تعمليها في تبقى حاجة. عالية تقصدي صح كده؟ ايوه تبقى عالية عشان الكيكة اصلا بتحبي تقسميها كذا مرة. هو ده بقى الاستفادة. بص اهي خلصتها دلوقتي. انا كل اللي هحتاجه ان انا هرد بس كده عشان تتساوى بس، واحطها في الفرن. بس احنا هنحطها مثلا 35 دقيقة 40 دقيقة بس، وبعد كده هقيسها بالشوكة اشوفها اتطلت ولا لا، وهوريها لكم دلوقتي. السلام عليكم. بصوا دلوقتي انا عايزه اعمل لكم جانيش الشوكولاته اللي هنزوق بيه. بجد جانيش الشوكولاته دوت بيدي طعم تحفه في التورته. انا هنزل كوبايه سكر، كوبايه كاكاو، كوبايه الا ربع كاكاو، كوبايه الا ربع كاكاو، وكوبايه لبن طبعا دوت كده. خلاص كده هنزودهم كويس، وبعد كده هننزل بيهم بقى على النار. هنفضل نقلب فيهم على النار لحد ما يغلي، وبعد كده هوريكم دلوقتي الخطوات الجديده معانا هتبقى عامله ازاي. بس بجد انا عايزاكم تجربوا جنيه الشوكولاته دوت حتى لو مش تعملوا التورته. ينفع برضو لتزويق الكيكه العاديه صح؟ ايوه طبعا ده تحفه، بيبقى جميل قوي في تزويق الشوكولاته العاديه كمان. ممكن الكيكه العاديه اللي هي كيكه بالشوكولاته ممكن تتعمل وتتحط عليها كمان. أيوة من على الوش عملتها كتير جدا، عملتها كذا مرة كده. طيب هنشوفها مع بعض، نحطها على النار ونرجع تاني نوريكم تبقى عاملة ازاي. دلوقتي شايفين معايا هي غلت اهي وبقت حلوة. دلوقتي هنزل معاكم بالزبدة اهو. زبدة بس هي مش محتاجة حاجة، بس حتى لو مش عندك ممكن ما تحطيش، بس هي عشان تزود الطعم بس. وهننزل بس هي دوبك ساحت. هننزل بالشوكولاتة، شايفين هي بس انا هوريكم بس الشوكولاته اللي هي القوالب الخام تديها طعم برضه. خلاص وهنطفي النار بقى، والشوكولاته دي تسيح مع نفسها بقى، هي هتسيح اصلا. وخلاص كده خلصنا. ودوت يبقى جنيه الشوكولاته، احنا هنسيبه يبرد لحد ما التورته تستوي وهنحطه فيها. ودلوقتي هتتابعوا معانا لحد ما نشوف الاخر. هنشوفها لما تبرد كمان مع بعض، هنلاقي السمكها ده بقى اتقل من كده. انا عايزه اقول لكم ان حته الشوكولاته الاخيره ديت لما بتتحط فيها بتخلي حاجه روعه. وممكن تزودي فانيليا لو حابه، بس هي مش لازم قوي يعني، بجد بتبقى رهيبه. تمام يعني هنشوفها بقى مع بعض ونرجع لكم تاني. هعمل معاكم كريم شانتي بقى. احنا بننزل بكوبايتين ونص لبن، ناقصين بس حته صغيره كده. هنحط كوبايه الا ربع سكر، واللبن لازم يكون مجمد ومتلج. وهنحط معانا كريم شانتي. دلوقتي بقى الكريم الشانتيه لسه بنضرب فيه مثلا تلت عشر دقايق، هو لسه بيضرب لحد ما يتحرك. وانا هوريكم كمان هو بقوم بيعمل ازاي. هفضل اضرب فيه بقى ان شاء الله 10 دقايق وهوريكم ايه بالظبط. دلوقتي بصوا فصلنا، انا عايزه اوريكم. بصوا هي سمكه عامل ازاي، وبصوا يعني هي اهي كده. انت تعرفي ان الكريم شانتيه بتاعك خلص من الطريقه دي. انت اعمليها كده بصي اهو، ما بينزلش ولا اي حاجه. ولو جيتي تعمليه بقى بالمضرب، انا مش عايزه اضرب تاني، بس لو جيتي تعمليه بالمضرب هتشوفي بقى السمك بجد يعني. هو خلاص كده خلص، هنحطه في الفريزر بقى وتشوفي الباقي ان شاء الله عقبال ما اطلع لكم الكيكه وتكملوا الباقي ان شاء الله. دلوقتي انا طلعت لكم الصينيه، بصوا هي عامله ازاي، عاليه وهشه ازاي، جميله جدا بصراحه. وانا عايزه اقول لكم ان انتوا لو كنتوا عايزين تبقوا خلوها اعلى من كده، ممكن تجيبوا صينيه مقاس اصغر يعني. انت كل ما عرضتي الصينيه كل ما صغر يعني، كل ما الهشام بتاعها عالي اكتر. فهي بجد روعه قوي، بس انا اللي عايزاها كده، انا اللي عايزاها تبقى مدوره وطويله وكبيره كده شويه. بصي اهي جميله جدا والله. ودلوقتي هقسمها وهزوقها قدامكم تشوفوها هتبقى عملت لكم الصينيه من الالف للياء. دلوقتي انا عايزه احشي لكم التورته ديت. قبل ما احط الكريم شانتيه انا حطيت معايا مربى، معلقه مربى ومعلقه عارفه جنيه الشوكولاته اللي احنا كنا عاملينه دلوقتي. فانا حطيت منه معلقه، وحطيت شويه لبن، حطيت شويه لبن بس مش كتير عشان بس تسيق تبقى سايله بس كده. ومش هحط منها كتير انا، بس هعملها عشان
خفيف كده بس، هي تديها طعم مش اكتر. انا عايزه من انا عايزه بس طعمها يكون خفيف مش اكتر، تحسي بس ان انت حاطه مربى والحاجات دي، بس مش عايزه تحسي ان انت بتاكليها يعني طعم بس، ما تبقاش واضحه قوي يعني، تبقى بس ايه خلاص كده تطعمها بس. بس لو يا دوبك حاجه بسيطه. دلوقتي بعد ما كملت انا هحط كريم شانتيه هنا كده عشان بس تظبط. انا بس هدهنها بس طبقه خفيفه برضو، مش عايزاها عاليه قوي. عايزه اقول لكم ان هي رهيبه بكريم الشانتيه. دلوقتي هنزل لكم بقى بشويه ايه، شويه بس شوكولاته وحاجات كده شوكليت شيبس عشان انتوا بس وانتوا بتدوقيها هتحسي بطعمها معاكي بس مش اكتر بس. وخلاص وهنحط الطبقه الثانيه ونكمل بقيه التزويق. دلوقتي احنا خلصناها. بصوا عملتها ازاي، يعني انا عملتها إيه اللي هو عايزاها تبقى معموله بالمسطره. لو ما عندكيش سكينه التورته ممكن باي حاجه بقى مستطيله يعني اللي هي مستقيمه عندك تجربي بيها. دلوقتي هننزل دلوقتي ده جانيش الشوكولاته اللي انا كنت عاملاه قدامكم، بجد هيبقى روعه جدا. بس انا هنعمله على نصها ولا عليها كلها؟ لا هنعمل على نصها بس مش عليها. طيب هنفرشه بس على نص التورته ونرجع تاني نشوفها عامله ازاي. ادي شكلها هو بقى دلوقتي، احنا ايه زينناها بالكريم شانتيه ومن الجناب زي ما انتم شايفين. هرفعها لكم اهي، بصوا جميله جدا. وادي الشكل بتاعها، بس احنا لسه بقى كمان هنزينها. معايا دلوقتي هنا انا بشرة شوكولاته، دي شوكولاته خام انا بشرها تمام. ومعايا كمان نوعين من انواع الشوكليت شيبس، الابيض والبني. طبعا الزواق ده على حسب ما انت حابه. وعندي كمان شوكولاته اللي هي فلوتس، ممكن نحط منها برضو. هنشوف دلوقتي هنزينها ازاي. وهنشوف دلوقتي هنزينها ازاي مع بعض تمام. الاول الفلوتس دوت انا حابه ان انا احطه كده، شايفين انظروا. طبعا مش هنلزقه قوي عشان بس ما نحطش منه كميه كبيره، احنا بس ايه هنحط ايه كل مسافه كده واحده، شايفين منظره. انا عايزه اقول لكم ان التورته ديت احسن من بره بكتير جدا، وكمان ما بتتكلفش حاجه خالص. ولما تعمليها في بيتك تبقي ضامنه كل حاجه وضامنه اللي بيعملها ازاي وكل حاجه، وحتى تكلفتها يعني ارخص كتير. يمكن التورته دي ما تكلفتش معايا 30 جنيه. ايوه ما بتتكلفش طبعا، واكيد طبعا مضمونه بقى وفي البيت بقى اهو. وعارفه انت حاطه حاجاتك ايه وجايباها منين يعني. طبعا الزواق ده بقى على حسب ايه ما انت حابه يعني، دي حاجه بقى بايديك انت يعني، الامكانيات اللي موجوده عندك ممكن تزوقي بيها. شكله حلو قوي وطبعا طعمه محدش يختلف عليه. في قطعة صغيرة اهي عشان نرميها طبعا. ممكن بقى نحط بقى الشوكليت شيبس ده في الجزء اللي هو فيه ابيض. انا عايزة اعمل لكم واحدة تانية ان شاء الله بس بالفاكهة بقى، يعني دي كانت شوكولاتات بس، هعمل لكم واحدة فاكهة ان شاء الله قريب. واللي عايز يعرف طريقة الكيكة بقى من غير دقيق الاسبونج اللي احنا بنجيبه جاهز هعمله لكم برضو ان شاء الله برضو قريب. اتمنى تقولوا لي رايكم في الكومنتات لو عجبتكم. بس كفايه كده عشان برضو ما نبوظش طعمها قوي يعني. هنحط بقى شويه بشر شوكولاته هنا كده، دي شوكولاته خام انا بشرتها في المبشره. ممكن تضربيها في الكبه مش مشكله بالشكل ده. انا بحب بصراحه احط خامات وحاجات شوكولاتات كتير، احنا يعني من هواة الشوكولاتات. ان شاء الله هتبقى جميله. وادي شكلها،
حكايتين كده من البيت ده. برضو هي دي منظر، شايفين شكلها؟ جميلة جدا، يا رب تعجبكم. واتمنى الاول مرة يشوفني يشترك في القناة لو عجبكم الفيديو. طبعا بصوا منظرها النهائي ما شاء الله جميلة جدا. اتمنى لو عجبكم الفيديو تقولي رأيكم في الكومنتات، واللي اول مرة يدخل عندي يشترك في القناة ويفعل زر الجرس. بجد عايزة اقول لكم ان والله يعني هي تحفة جدا، والا بقى لما تيجوا تاكلوها بعدين حاجة روعة. بصوا ما شاء الله جميلة جدا، وانا مبسوطة بيها قوي، والنتيجة هايلة بصراحة. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، واشوفكم على خير باذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا. يلا.